كل شيء خصنا نعرفوا بأن شهادة الزور عرفها القانون الجنائي كما عرفها أنها كل شهادة من شأنها أنها تغير الحقيقة، تغير يا إما واحد الشاهد مثلا قام بواحد الشهادة يا إما لصالح واحد الشخص أو ضده أمام القضاء، لأن باش تكون شهادة الزور ضروري خصها تكون شهادة أمام القضاء يا إما شفوية يا إما مكتوبة اللي غادي تغير واحد الحقيقة يا إما ضد واحد الشخص أو لصالحه، واللي غادي تضلل العدالة. يعني العدالة ما غاديش تعطي واحد الحكم على وقائع حقيقية، غادي تعطي حكم على واحد الوقائع اللي تعطات لها ضمن وسائل الإثبات، لأنه استند على الشهادة طبيعة الحال، لأن الشهادة راه من ضمن وسائل الإثبات. وفاش واحد الإنسان كيتبت الحق ديالو بواحد الشهادة، بمعنى أن القضاء خصو يستجب لهذه الوسائل ديال الإثبات. وبالتالي إذا كانت هذه الشهادة هذه يعني فيها أمور غير حقيقية، راه كيتبنى عليها واحد الحكم غير حقيقي، يعني كيتبنى عليها واحد الحكم اللي يقدر يؤدي بواحد الإنسان آخر لواحد العقوبة كبيرة وإلى غير ذلك، أو لا يعطيه واحد الحق ماشي ديالو، أو لا يخرجوا بريء بطبيعة الحال. إذن هذه هي شهادة الزور كيف ما عرفها هذا، ضروري خص تكون شهادة قضائية أمام القضاء، يعني بعد أداء اليمين القانونية وهذا، وخصها تكون فيها معطيات ماشي حقيقية من أجل تضليل العدالة. الهدف من هذه الشهادة هو تضليل العدالة، تضليل القضاء، لأن هذه هي شهادة الزور كيف ما عرفها القانون الجنائي. Alors maître Khadija Jinan, justement une personne qui fait un témoignage, un faux témoignage, qu'est-ce qu'elle encourt? Alors, كي على حسب، على حسب الشهادة ديالو وباش مرتبطة. كاين الشهادة اللي مرتبطة بالجنايات، يعني أنها تدخل في قضية جنائية، وهاد الشهادة هذه كتمشي من 5 سنين حتى 10 سنين، بل أكثر من هذا. كاين حالات استثنائية راه تقدر تمشي فيها أكثر من هاد الشيء. لكانت العقوبة اللي غادي ياخد داك الشخص اللي تأدت في حقه أو ضده واحد الشهادة ومشات العقوبة الفوق السجن يعني المحدد 5 سنوات، راه حتى العقوبة ديال داك الشاهد غتولي نفسها نفس العقوبة، يعني سواء كانت مؤبد سواء كانت إعدام سواء اللي كانت، ممكن تمشي العقوبة ديال الشاهد الزور حتى لهاد الحدود هذه.